بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنكمل اللي هي محاضرة أو سيكشن 2-6 اللي هو النهاية، يعني المدى النهاية وحدود التقارب limits at infinity and the asymptotes of functions. شرحنا المحاضرة اللي فاتت في limit عند المدى النهاية سواء موجب أو سالب المدى النهاية، وعرفنا إنه بناخد لما بدي اوجد النهايه عند ما لا نهايه بنقسم البسط والمقام على اكس مرفوع على اعلى اس في المقام، صح؟ هيك حللناها. يكون الحل طبيعي، وقلنا ملاحظات او قاعده قديمه عندنا بنعرفها انه اذا كانت درجه البسط اقل من درجه المقام فالنهايه صفر، لازم تطلع صفر. اذا درجه البسط تساوي درجه المقام فمعامل اعلى اس في البسط على معامل اعلى اس في المقام. هذا بيطلع جواب النهائي، لكن هذا لا يعفي او لا يعفينا من اجراء عمليه قسمه البسط والمقام على اكس مرفوعه لاعلى اس المقام، تمام؟ لكن انا بكون عارف الجواب مصبر. ثالث حاجه، اذا كان درجه البسط اكبر من درجه المقام الجواب النهائي هيكون يا موجب النهايه يا اما سالب النهايه. كمان اخذنا لو كان عندي في البسط عندي جذر وفي المقام او في حدود فيها جذر وحدود ما فيش فيها جذر. اذا كان درجه الجذر او دليل الجذر فردي فزي ما بنقسم في البسط بنقسم من تحت الاسفل، وين في خارج الجذر بنقسم عليه. يعني مثلا لو كان عندك البسط جذر تكعيبي لاكس تكعيب بنقسم البسط والمقام على اكس، مثلا اذا كانت اكس تقول الى ما لا نهايه او الى سالب ما لا نهايه. لكن لو كان عندك البسط جذر اكس تربيع او احد الحدود فيه جذر اكس تربيع، جذر التربيع او جذر زوجي، وفي حدود ما فيش فيها جذر، قلنا بنقسم البسط والمقام على حسب القاعده اللي قلنا جذر اكس تربيع يساوي القيمه المطلقه لاكس. يا بنكتب اكس بقسم اللي فيه جذر على اكس تربيع واللي بره الجذر على اكس في حاجه اكس تؤول الى موجب من النهايه، وبقسم على سالب اكس في حاجه كانت تؤول الى سالب. واخذنا على هذا الكلام امثله ووضحنا. اليوم بناخذ الاسيمبتوتس او حدود التقارب. طيب اول ما بنبدا بخط التقارب الاول. يقصد بخط التقارب عموما انه المنحنى يقترب من هذا الخط في عدد لا نهائي من القيم، تمام، دون ان يمسه. مثلا لو كان عندي f من اكس تساوي 1 على اكس، خلينا نقول اكس اكبر من صفر تجاوز، احنا عارفين ناخذ هذا الاقتران على كل ار ما عدا الصفر، صح؟ شايف؟ الدومين تبع كل ار ما عدا الصفر، يعني سواء كان اكس موجب او سالب في عندي شقين للمنحنى، لكن انا بدي اخذ هذا الموجب. لو كان على ار ما حضرتش هذا الشرط نعمل الجزء الثاني هذا. انا خليني هنا. فلاقي انه لما اكس تقول الى ما لا نهايه المنحنى يقترب من محور السينات. ايش معادلة محور السينات؟ ايش المعادلة تبعته؟ واي تساوي صفر، تمام. فواي تساوي صفر بسميه خط تقارب افقي لمنحنى الافق. طيب لما اكس بصفر او لما اكس تقول للصفر، طبعا هذا اكس لا تساوي صفر، حاط اكبر تماما مش حاط او تساوي، صح؟ يعني اكس المفروض انها لا تساوي صفر. لما اكس تؤول للصفر من اليمين وين بروح الاختبار؟ الى موجب مدى النهايه، المنحنى يقترب جدا من محور واي دون ان يمس. بسمي محور واي محور تقارب راسي. ايش معادله محور واي؟ اكس تساوي صفر. الان حنتعرف ايش معادلة محور التقارب الافقي ومحور التقارب الراسي و
ومحور التقارب المالي إن وجد. إذا في إل، طبعاً مش كل القرنات إلها خط تقارب أفقي وخط تقارب مائل وخط تقارب رأسي، لك عادةً بيستمعنش الثلاث مرات. نبدأ بأول حاجة اللي هو الهوريزونتال أسيمتريك. لو شفنا الديفينيشن بيقول لي عبين ما الجانب الجهاز ماس الاين واي تساوي بي از هوريزونتال اسيمتوت اذا كان كذا كذا. واي تساوي بي لحالها ايش تعمل؟ في عندنا تصور عنها؟ واي تساوي عدد، واي تساوي بي حيث بي عدد حقيقي. ممتاز، اقتران ثابت ويرسم بخط افقي يوازي محور اكس، مظبوط ولا لا؟ ويمر من نقطة B. لما نقول Y تساوي B، هذه معادلة الخط مستقيم افقي يمر من نقطة B. طبعاً إذا كانت B أكبر من صفر، نموذج بالرسالة بنرسمها تحت، صح؟ إحنا دائما نقول Y بتساوي، أصلاً نكتب Y بتساوي F of X. ليه بتساوي B؟ واي تساوي بي، هل ذكر اكس؟ معناها فور اول اكس، ايش مكان الاكس؟ فالواي دائما بي، اذا هذا الخط المستقيم هي معادلة محور او اسف خط تقارب افقي، اذا حقق الشرط التالي، بقول عن واي تساوي بي، واي تساوي بي از هوريزونتال اسيمتوتي كالاختصار اف. واحنا دائما في الديفينيشن اف تعتبر اف ان اونلي اف، بمعنى اذا وافقت اذا، يعني بالعباره وعكسها صحيحه. بقول عن واي تساوي اس او زدنا اسيمتوت لمين؟ فور اف او اكس. طبعا نقصد في هذا لمنحنى للمنحنى تبعه. اف ليميت اف اوف اكس لما اكس تكون الى ما لا نهايه يساوي ب اور ليميت اف اوف اكس لما اكس تكون الى ما لا نهايه يساوي كمان ما عشان نقول ان واي تساوي ب هو خط تقارب افقي، بدي اجيب الليمت لا الاقتران عند ما لا نهايه وعند السالب ما لا نهايه. اذا كان ناتج الليمت هو عدد حقيقي، اذا واي تساوي هذا العدد الحقيقي هي معادله خط تقارب افقي، تمام؟ واي تساوي ناتج الليمت هي معادله خط تقارب افقي. ناخذ مثال بسيط، لو كانت عندي مثلا زامل، لو كانت عندي f of x تساوي x زائد 1 على 2 x ناقص 3 وقال لي find the horizontal asymptote، اوجد خط التقارب الافقي لمنحنى هذا الاقتران. حسب التعريف لازم اجيب الليمت لما x تؤول لموجب من النهايه ولا سالب ما لا نهايه. فاحنا نقول له limit since او بما ان limit ل f of x لما x تؤول لموجب ما لا نهايه يساوي limit ل x زائد 1 على 2 x ناقص 3 لما x تؤول الى موجب ما لا نهايه. المفروض اني بقسم الفصل المقام على ايش؟ اعلى اس في المقام على اكس مرفوع على اعلى اس، ايش اعلى اس في المقام؟ على اكس، كلها نسبة على اكس، فهي تساوي لي الليمت لما اكس تؤول الى موجب ما لا نهايه 1 زائد 1 على اكس 2 ناقص 3 على اكس. لو وزعنا الليمت على الكل هذه بتكون ايش؟ وهذا يبقى هيطلع لي 1 زائد 0 على 2 ناقص 0 ويساوي نص. عدد حقيقي ولا لا؟ هذا هو البي،
يبقى جبت ليميت لما اكس تقول لما النهايه وطلع ليميت. طب برضه لو اخذنا لما اكس تقول لسالب ما النهايه هل هيختلف العدد؟ هقسم الفصل المقام برضه على اكس هيطلع لي المعامل على المعامل. حزينه ولا لا؟ وبالتالي مفيش مانع لو بدتها مره واحده زائد او ناقص، بس احنا بنتاكد انه هيطلع الجواب في الحالتين واحد. احيانا بيطلع مختلفات ماشي؟ يعني احيانا بعض القرارات تكون عند قيمه مطلقه. تنفكر قاعده في ايه؟ مره تطلع واحد مثلا واحد والثاني سالب واحد، واحد بخمسه وواحد ناقص خمسه، او اربعه ناقص ثلاثه، اي حاجه. فبدي افهم اذا ما دام طلع عندي عدد بقول له اذا واي تساوي نص از ده هوريزنتال اسمه أو ذا كير أو ذا أو بول فور تمام؟ ما دام عندي عدد إذا واي تساوي هذا العدد هي معادلة خط التقارب ألف. ممكن بدل ما أحط واي ممكن أحط جي أوف إكس، إتش أوف إكس، أي حاجة غير الإف أوف إكس اللي إحنا بنستخدمه تمام؟ غير الإف أوف إكس، عندي إف أوف إكس لو حطيت واي عموما بمشي الحال، حطيت جي اوف اكس بمشي الحال، اتش اوف اكس اي رمز ثاني غير الاف اوف اكس. طيب نشوف المثال الاول فاين ذا هوريزنت اسم توت اوف ذا جراف اوف ذا فانكشن اوف ذا جراف اوف ذا فانكشن. دائما احنا بنحسب خطوط التقارب لمنحنى الاقتران، للمنحنى مش للاقتران تمام؟ طيب نفس المثال عندنا نفس الفكره اللي هو اف اكس بتساوي 5 اكس تربيع زائد 8 اكس ناقص 3 على 3 اكس تربيع زائد 2 اللي هو درجه الفصل نفس درجه المقام. ناخذ الليمت لما اكس تقول الى موجب او سالب ما النهايه هيعطيني نفس القيمه، بيطلع عندنا 5 على 3. اذا واي تساوي 5 على 3 هي معادله خط التقارب. نشوف اكزامبل 2 بكون افضل. سالب اكس ترعيب لما اكس اقل من
طب تصور لو كان جوه كاميرا مطلقه اكس تربيع استطلاع فكها اديه مطلقه اكس تربيع اكس تربيع ما فيش فيها حالتين يعني نقول القيمه المطلقه اكس تربيع هتساوي اكس تربيع مباشره ما فيش فيها صح؟ لأن جميع الأحوال هتطلع لي موجب صح؟ أو صفر طبعا لو كان اكس اوكي الآن أنا فكيت هذه الحالة هذه يقابلها طبعا هذا التعريف إعادة إلى الإكس القيمة المطلقة إكس تساوي فقط هذه يقابلها إنه لما إكس تؤول إلى موجب ماذا تنعني؟ القيم الموجبة وهذا لما إكس تؤول إلى سالب ماذا تنعني؟ يبقى الآن هذا إكس تأخذ قيم سالبة وهذا إكس تأخذ قيم غير سالبة فخلينا لما بدي اجيب الهوريزونتال ايش اتفقنا؟ دائما بجيب الليمت لاف اكس لما اكس تؤول مره الى موجب من النهايه ومره الى سالب من النهايه. لما اخذ اكس تؤول الى موجب من النهايه هقول تساوي الليمت لما اكس تؤول لما النهايه ده مين؟ افك قاعده القران اكس تكعيب ناقص 2 على القيمه المطلقه لاكس بتساوي اكس تكعيب زائد 1. بنقسم الوصف المقام على مين؟ على اعلى وصف المقام اكس تكعيب يبقى نفس اكس تكعيب بيساوي تنزوش الليمت تنزوش الليمت مستعجلين على واحد واحد ناقص اثنين وتحت واحد زائد واحد على اكس هذا بصفر وهذا بصفر بتصير واحد على واحد يساوي واحد على الحقيقي ولا لا؟ واحنا مخدين الليمت لما اكس تقول لما لا نهايه اذا واي تساوي واحد از هوريزونتال بس حتى بغض النظر ايش يطلع من الناحيه الثانيه لكن انا ضمنت الان هاي واحد في التعريف قال لي هاي او لما تقول لما نهايه او اي واحد فيهم بيمشي لها الان بنقول اند الليمت لاف اوف اكس لما اكس تقول الى سالب ما لا نهايه تساوي الليمت لما اكس تقول الى سالب ما لا نهايه عندنا اكس تكعيب ناقص 2 المقام مش هحط هل هستبدلها سالب مظبوط اخذ قيم سالب سالب اكس تكعيب زائد 1 المفروض نقسم البسط المقام على ايش؟ على اكس تكعيب ماليش دخل على اكس مرفوعه لاعلى اسم المقام على موجب اكس تكعيب نقسم صح؟ وقت ايش بصير عند اختلاف؟ لو في جذر تربيع ممكن يعمل مشكله. يبقى قسم على اكس تكعيب 1 ناقص 2 على قسم على اكس تكعيب سالب 1 زائد يبقى هيساوي 1 ناقص 0 على ناقص 1 زائد 0 قال 1 على سالب 1 ويساوي سالب 1. عدد حقيقي ولا مش حقيقي ده؟ ها تمام اذا واي تساوي واحد واي تساوي سالب واحد هنا هوريزونتال اسيمتوت ها الغرض من تقول اذا واي تساوي واحد ان واي تساوي سالب واحد ار هوريزونتال اسيمتوت of the graph of f بوايد تساوي يعني هذا لو احنا ناخذه عند الواحد وعند السالب واحد خطوط تقارب زي مين؟ سالب وسالب عندهم خطوط تقارب عند الواحد سالب واحد بصير لطش ما فيش فيه مش هيظبط ليش؟ انا الواحد والسالب واحد ذكرت لك السالب والوسالب صح؟ عشان يكون خط الارض لازم يكون حد لما اكس تقول لما لا نهايه يقترب من الارض اذا ذكرنا بس في الصالة والظاهر بس اما المنحنى ممكن يتروح بينهم الرسمه طبعا بدنا نعمل لها جدول ولا غيره عشان نشوف كيف شكل المنحنى مش محتاجه او مش ضروري نعمل الرسمة ممكن نرسمها على الكمبيوتر في عندنا تطبيقات على الجوال صح؟ في تطبيقات للرسم
ممكن تبين لنا شكل المعجزه. في تطبيق بالنسبه لي على الجوال انا ممكن اعطيكم اسئله ولد بدها مش دعايه حلوه انا ما ماليش في تطبيق هذا هو على المتجر ديس موز حتى على الكمبيوتر بتطبقوها شكل المنحنى هيك عامل هاي بين عنده تطبيق على الكمبيوتر على المتجر ممكن تنزلوا هذا التطبيق وصلوا اي منحنى حتى لو الكلام صحيح فيه. طيب الاكزامبل الثاني ملوش علاقه في الاسم تولز ايش طالب؟ find the following limits صح؟ او جدا فنان شرحت لكم اياها قبل قلت لكم ايش طب السطر اللي فات؟ 100% تمام تمام انا قلت يعني المفروض شرحت لكم اياها قبل ما دام شرحناه في المحاضره اللي فاتت ممتاز تمام نروح الان لخط التقارب المائي خط التقارب المائي هو يكون خط تقارب افقي بعدين بصير مائي بعدين بصير راس هاي ثلاث خطوط اللي عندنا افقي مائي بعدين بصير راس هاي ثلاث خطوط اللي بدنا نشرحها ناخذ الان تعريف الاوبليك اسمنت اوبليك يعني اللي هو خط التقارب المائي احنا ناخذ او ندرس خطوط التقارب في بعض القرارات يكون له منحنى تقارب يعني التقارب الخط تبع التقارب تبعه يكون على شكل اكس تربيع او منحنيات لا احنا نتعامل فقط مع الخطوط خط مستقيم يا بيكون افقي يا مائل يا راس خطوط فقط فاحنا هنتعامل مع خط التقارب المائل او الاوبليك اسمت زي ما هو مكتوب عندنا الاقتران بيكون له خط تقارب مائل اذا كانت درجه البسط تزيد عن درجه المقام بمقدار واحد اذا درجه البسط تزيد عن درجه المقام بمقدار واحد يبقى هذا الاقتران اكيد له اوبليك اسمت يعني له خط تقارب راسي مائل تمام هذا هو الشرط كيف انا بدي اجيب معادلة خط التقارب المائي في اللي شرحناها في الهوريزونتال كيف بجيب معادلة خط التقارب الأفقي؟ بجيب الملل لما اكس تؤول الملل النهائي أو سالب الملل النهائي هذه هي الإجراء تبع عشان تجيب مين؟ الهوريزونتال الأوبليك له طريقة ثانية الفيرتيكال اللي هو الرأسي له طريقة ثانية كل واحد له طريقة خاصة حسب وضعه فالان خط التقارب الافقي اتفقنا بجيب عند الموجب او سالب من النهايه الليمت اذا طلع عدد حقيقي اذا الواي تساوي هذا العدد هي معادله خط التقارب الافقي تمام الاوبليك ايش الشرط؟ درجه البسط تزيد عن درجه المقام بمقدار واحد كيف بدي اجيب معادله خط التقارب المائل؟ نقسم البسط على المقام قسمه مطوله خارج القسمة خارج القسمة بيكون هو المرشح انه يكون معادلة او يشكل لي معادلة خط التقارب المائي اذا في باقي بيكون هذا الباقي هو يقول للصفر عندما اكس تؤول الى موجب او سالب من النهاية كيف يعني؟ نشوف المثال الاول زي ما بيقولوا بالمثال يتضح الامر اكزامبل خلصنا من واحد وثلاثة احنا قلنا في الاوبليك رقم اثنين قلنا اكزامبل انا حطيت عقب صمرة هذا صار اصبر رقم في الاحمر مش يعني هي قلم سحري لا ما تنبهوش مثل ما
تشبيه ناقص 3 على 2 اكس ناقص 4 تمام؟ وقول لي اوجد خط التقاطع المائي. احنا بدنا نبحث وبقول لي اوجد الاسم توتس للقرار كله. احنا بدنا نجيب الان خط التقارب المائي. هل درجة البسطة تزيد عن درجة المقابل مقدار واحد؟ نعم اكيد له اوبليك اسيمتوت. بروح على الهامش تناسب الناسب جسم المطور. اخذناها قبل. بروح على الهامش اكس تربيع ناقص ثلاثة. ليش ابعدها؟ فراغ للاكس. اي اس ناقص عندي ضمن المطور. يعني على فرض عندي اكس اس 5 ناقص 3 اكس تربيع زائد 1 بده يكون عندي اكس اس 5 فراغ للاكس اس 4 فراغ للاكس تبعيد بعدين ناقص 3 اكس تربيع فراغ للاكس بعدين زائد 1. مش شرط احط شرطات اطلب فراغ ماشي عشان يكون في عندي ترتيب في الحل ما تخش الاسلاك على بعض. فانا الان عندي الصوره هاي فراغ للاكس على كيف نقسمها؟ على 2x ناقص r. لما بقسم الحد الاول على الحد الاول. زي ما بقسم السبعه على 2 او 75 على 12 مثلا. نخبي خالد مع خالد هيك احيانا مضبوط؟ وبقول 7 على 1 فينا 7 مثلا. و7 بتظبط في المنقص، هذه الاعداد لكن انا ما فيش فيها تظبط مضبوط. طيب لما قسم السبعة على 2 قديش فيها؟ 3 بنفع اقول فيها 2؟ لو قلت 2 في 2 ايش تطلع؟ قديش بزيد؟ ممنوع ناجي يطلع يكون اكثر مقسوم عليه، يبقى لسه هذه فيها كمان 2 اكبر، لا شيء نرجع على درس القسمة فبنحط هنا 3 ثلاثة اثنين زيد واحد، واحد أقل من اثنين بيمشي قسم. فلما أقول له سبعة تجزيم اثنين بقول له بتساوي ثلاثة والباقي واحد، أو بقول ثلاثة زائد واحد على اثنين، أو بقول له ثلاثة واحد على اثنين، كله صح. مظبوط؟ معايا؟ طيب أنا بعمل هذا الكلام لأن أنا هستخدم نفس الآلية تاخذ بالكم عشان تكونوا متعودين. انا باخذ الاول على الاول يعني كاني في الهامش اكس تربيع على من اكس. طب ما هذا اكس في اكس بشيل اكس مع واحد بضل عندي مين؟ نص اكس على اثنين او نص اكس. يا بكتب هيك يا بكتب اكس على اثنين. نكتب هذا نص اكس. نص اكس في اثنين اكس اكيد الاكس تربيع صح؟ نص اكس في سالب اربعه سالب 2 اكس عدد في المرتبة. بعد ما بضرب بنغير. لا انا هذا شمال صراحت وفي الطرف بتغير اشارات اطرح هذا موجب تصير سالب وسالب تصير موجب. روح هذه مع هذا بس طلع عندي 2 اكس بالموجب ناقص برجع اعيد الكرة مره ثانيه الاول على الاول 2 اكس على 2 اكس يبقى بالاشاره زائد 1 صح 1 وخلص في 2 اكس 1 نص اكس 1 لازم احط 2 ايش؟ كمل وبعدين بصير ضرب 1 2 اكس ناقص نغير الاشارات وحال معاه تزيد عندي ايش؟ 1 زي ما عملنا في الواحد بقدر اقول هذا الشطر يساوي خارج القسم اللي هي نص اكس زائد 1 زائد 1 على 2 اكس ناقص 4 زي ما عملنا في الواحد على 2 الباقي على المقسوم عليه صح؟ هيك خليها واضحة؟ طيب واحد على هي الخارج القسم وهي الباقي على المقصود. حلو الكلام؟ الآن ها ضروري يقول للصفر as x goes to زائد أو ناقص infinity. بقول ولا بقول ايش؟ ليش؟ ليش؟ احنا قلنا هيك القاعدة
لكن احنا من معلوماتنا السابقه اذا درجه البسط اقل من درجه المقام وبتاخذ عند المرة النهايه اكيد الجواب صفر. ونقول للناس اذا درجه البسط اقل من درجه المقام فالليمت عند المرة النهايه او سالب المرة النهايه صفر. صح؟ طيب فهذا يقول لنا الصفر عندما يستوي الموجب او سالب المرة النهايه. هذا ما يكتب لنا. طيب الباقي هذا يقول الصفر عندما اكس تولى موجب او سالب المنهج، هذا هو معادله خط التقابل المنهج. بنفعش اقول اذا بنفعش اقول بالف فجوه اذا نص اكس زائد واحد از او اقول هنا سنس واحد على اثنين اكس ناقص اربعه جوز تو زيرو as x goes to positive or negative infinity ها ويبقى then او so اللي هذا is the oblique asymptote. في خطا هنا شويه او الجراف او f of x هذا مش خط مستقيم. هذا عباره عن ايش؟ لا هذا مقدار جبري صح؟ هذا نص اكس زائد واحد هذا مقدار مش معادل. لازم تكون حاجه تساوي حاجه عشان تكون معادل. طب انا قاعد ادور على ايش؟ على معادله خط مائل. احنا كل الخطوط المائله اللي بنعرفها يعني مثلا زي ما بنرسم هذا الخط معادله واي تساوي اكس صح؟ لما اقول لك هاي خط مستقيم هذا مثلا عند الواحد وسالب واحد بقول لي واي بتساوي اكس زائد واحد مثلا واي تساوي بتصير معادله خط مستقيم عشان انصره بعوض على اكس بعطيني قيمه واي. طب هان فضروري اقول اذا واي تساوي اللي هو خارج يا بكتب واي يا بختار اي اقتران اخر غير زي ما قلنا في الهورزن يعني بقدر اقول واي تساوي او اقول جي تو اكس تساوي او اتش اي اي واي وخلاص. اذا واي تساوي نص اكس زائد واحد از ذا اوبليك اسم. كمان مره ما فيش فيها نهايات ولا حاجه مجرد النظر لقيت درجه البسط اقوى من درجه المقام بمقدار واحد اذا في اوبليك. كيف اجيبها؟ اقسم البسط على المقام القسم المطور بزيد باقي الباقي على المقسوم عليه بأضيف له خارج القسم. خارج القسم هو اللي بده يشكلني المعادله مش هو المعادله مع الواي يساوي بصير هو معادله خط التقارب المائل. الباقي يجب ان يكون صفر عندما اكس تؤول الى زائد او ناقص منهج. اذا واي تساوي هذا المقدار هي الاوبليك اسمبت. واضح؟ في كمان مثال اكيد ولا بس هي كمان نشوف هذا. طب سؤال هل هذا الاقتران له هوريزونتال اسيمتوت؟ وليش؟ حد واحد حتقول اه واحد حتقول لا 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 ليش؟ اكيد واحد حتجاوب اكيد واحد بينصح هو يا اه يا لا بس بقول لا له هوريزونتال وليش؟ اول شيء ارفع ايدك قبل عشان اشوف الناس تستلف. كمان مرة السؤال هل هذا الاقتران له هوريزونتال ولا لا؟ مش خدنا بعض تفضل. أول شيء لازم تشوف تجيب هذا الاقتران لما ممتاز لازم أجيب الليمت. هي كيف بجيب أنا الهوريزونتال؟ بجيب الليمت عند المنع وسبب المنع. طيب في له هوريزونتال لو طلع على الحقيقة الليمت. طيب هذا ايش قايل؟ درجة البسط أكبر من درجة المقام يعني حاسينه ولا إيش حيطلع؟ في روح؟ لا في روح بالعكس والله بالعكس لما يكون نفس الدرجة قلنا إذا درجة البسط أقل من درجة المقام زيها صفر. إذا درجة البسط تساوي درجة المقام معامل على وسط على معامل على
الحس. اذا درس النص اكبر من درس المقام هيطلع يا لا النهايه سلبا مش عدد حقيقي. يبقى هذا مؤكد انه مالوش هو سته. مؤكد. يا ستي تعالي كده شوف بدك تشوف بقسم وصف المقام على ايش؟ على ايش؟ اعلى وصف المقام اللي هي اكس. حيوان عندي هذا ايش؟ اكس. ها؟ ها؟ اثنين ها؟ اربعة اكس. الاربعة اكس ثلاثة اكس واحد بصفار. هذا هون عندي اثنين وفوق اكس. وزع الليمت. الليمت عند المرة النهاية لما اكس ليمت اكس لما اكس تساوي المرة النهاية على اثنين المرة النهاية. طب لو سالت المرة النهاية سالت المرة النهاية على اثنين برضه سالت المرة النهاية. وبالتالي مش له هوريزونتال عادة أو دائما إذا في أوبليك ما فيش هوريزونتال. إذا في هوريزونتال ما فيش أوبليك. في هوريزونتال ما فيش أوبليك. الهوريزونتال يكون عندك حدين وحدين ايش؟ يا درجة البسط تساوي درجة المقام؟ يا درجة البسط أقل من درجة المقام. احنا هنا قدامي الاكبر وما كلنا ملهاش انت المنطق يقول الباقي مش تعالى لما يكون درجه البسط اقل درجه المقام تطلع صفر النهائي يبقى واي تساوي صفر وخط تقارن اللي بيكون واي تساوي صفر اللي هو محور اكس. اذا درجه البسط تساوي درجه المقام فانت معامل على المعامل بيطلع واي تساوي هي. لكن لو درجه البسط اقل درجه المقام ما فيش شيء هوريزونتال. ما علينا كل احنا بنطلبه بالبحث. لكن هذه القواعد اللي بنقولها بتطمن الواحد يكون عارف ايش بيكتب من بعد. طيب في عندنا خط تقارب او صف مثال ثاني وقلنا اكس تربيع على ايش؟ على اكس ناقص واحد. Find the oblique asymptote of y تساوي اكس تربيع اكس ناقص واحد. هذا الاقتران حيتم في المثال لاحقا، حقولكم شرحناه لاحقا، تمام؟ تاخذوا بالك. بقول لي اوبليك، في اوبليك ولا ما فيش؟ ليش؟ تزيد عن درجة المقام بمقدار واحد. دراي على الهام ايش بالقسمة؟ على القسمة المطورة، هاي دراي. لو بس ضرب مش الحال بس تكون ماشي سريع. على مين؟ ايش جنب حالي ده المطورة؟ بقسم مين على مين؟ على مين؟ على اكس بس على الاول، الاول على الاول عشان كان لو كان المقدار طويل ومش مرتب لازم ارتبه تنازلي على اس الاجل الاجل الاجل، دائما الترتيب هنا اكس تربيع على اكس اكس مضروب اكس تربيع ناقص بنغير الاشارات هذا سلسال مهمة تروح هذا مع هذا ده مين؟ اكس على اكس واحد زائد واحد نضرب اكس ناقص واحد من غير الاشارات سالب موجب مفتوح بزيد مش دائما بزيد واحد عشان المثال هذا اللي قبله لا احيانا بزيد خمسه ناقص اربعه اي حاجه تمام؟ ما نكونش احنا باصين اذا بقدر اقول هذا يساوي اكس زائد واحد زائد واحد عدد الان هذا يقول لي ولا لا؟ عندما اكس تقول الى موجب او سالب نقول هذا سنس واحد على اكس ناقص واحد جوز تو زيرو از اكس جوز تو بلس او نيجاتيف انفينيتي ذن واي تساوي مين؟ هذه القسم اكس زائد واحد اكس لم اوبليك اسم أو ذا جراف أو ذا روت. واضح؟ هوريزونتال عند المنهج على سبيل المنهج الأوبليك درجة البسط أقوى درجة المقام بمقدار واحد وبقسم المطور هذه في الحالة البسيطة. مشكلة لما ناخذ في النشاط في الدار وعندي الشرح وعندي التصوير الحركة وباجي أحله غلط. مصيبة ولا لا؟ المفروض فيها إعلام أو شنق على الأقل يعني على الأقل تقدير شنق. ولو ضل فيها الروح من عند المخ هذا هذه الروح لمين؟
لخط التقارب الرأسي. خط التقارب الرأسي vertical ascent. vertical ascent. رقم ثلاثة vertical ascent. خط التقارب قبل ما اشرح خط التقارب لما اقول y تساوي 2 ايش هذا؟ ايش بتمثل؟ معادلة افتراض ثابت. رسمته ايش؟ خط افقي صح؟ عندي اثنين، هذا اكس هذا او هذا واي. هذه معادله خط مستقيم، يعني يفترض ممكن اكتبها اف اوف اكس تساوي 2 صح ولا لا؟ هل بكتبها زي هل ذكر شروط على الاكس؟ اذا لم تذكر اكس معناها هذه اللي بدك اياها، معناها اقول اكس. ولما تبدا هيك يعني اقول اكس هي لا صح؟ احنا عارفين هذا الدومين تبعه في الارض. والرينج 2 سنجلتون سنجل، يعني مجموعه فيها عنصر واحد من الاثنين. معنى يبقى لو قلنا واي تساوي 2 هذه معادله خط افقي. احنا قبل شوي قلنا عن الفور سنتر هيك شكل مظبوط ولا لا؟ قلنا واي تساوي بي هذه معادله خط افقي. اوكي. فلما يقول لي واي تساوي 2 معناها فور اول اكس. طب بالعكس لو قلت لكم اكس تساوي 1 هذه معادلة. طب جاب سيرة واي معناها ايش؟ يعني اول واي ايش معنى واي الاكس قديش؟ 1. فهذه معناها زي باجي عند الواحد هاي معنى واي اكس هاي يعني لو واي بصفر اكسب 1، لو واي ب 1 اكسب 1، واي ب 2 واحد سالب واحد واحد. لما نقول اكس تساوي 1 هي معادلة خط مستقيم رأسي موازي محور زي ما واي تساوي 2 توازي محور اكس، هذا توازي محور واحد. هذه معادلة خط مستقيم افقي، هذه معادلة خط مستقيم رأسي. هذه تمثل اقتران وهذه لا تمثل اقتران. عارفين ليه؟ هذه تمثل اقتران وهذه هذا لا تمثل اقتران. ليش؟ خلينا نسمع الاسد وقطع ارفع مين ده الجو؟ تفضل. ممتاز اللي هو حسبناه اللي هو الفيرتيكال لاين تيست اختبار الخط الراسي. لما نرسمه يجب ان يقطع محل الاقتران في نقطه واحده على الاكثر، يعني ممكن ما يقطعهاش واذا قطعها يقطع في نقطه واحده. طب كل خط في الدنيا ما بيقطع ليش؟ هذا الخط بيقطع هذا الخط في اخر نقطه، هذا الخط غير خط راسي بيقطع في كل نقطه عدد ثاني هنا ثالث ليس اقتران صح؟ عايز اضيف ايه؟ مفيش حاجه هذا بالضبط كانه عارفين خط السهمي هاي اكس هاي واي، هذا ما فيش فيه الا الاكس اللي هي 2 وموصول بهذا وهذا 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 كل الدنيا هو صح؟ الاثنين مرتبط مع الصفر مع الواحد مع الاثنين مع الثلاثه كله مع اكس واحد اللي هي 2، وبالتالي هذا لا يمثل اقتران زي ما البلد زي على اختبار الخط الراسي لا يمثل. المهم لكن لا يمنع انها معادله خط مستقيم، مش شرط اقتران او مش اقتران، هذا شيء وهذا شيء تمام؟ معادلة خط مستقيم وهذه معادلة خط مستقيم. الآن لما أقول إكس تساوي 1 هي معادلة خط مستقيم رأسي يوازي محور واي. في فرق بين رأسي وعمودي؟ عمودي أرفع إيدك. الرأسي لا يكون إلا رأسيا عمودي على المستقيم.
المستوى الافقي العادي بنعرفه، لكن هذا ممكن اقول هذا عمودي عليه، بينما هذا مش عمودي، لا هو مش افقي اصلا. صح؟ نقول هذا عمودي على هذا، لكنه هذا مش خط راسي. لكن لو رسمت خط افقي، اي عمودي على افقي بنسميه راسي. على الافق، انا الان واقف عمودي او انا راسي واقف على مستوى الارض، مستوى الارض افقي ولا لا؟ ولا لا؟ افقي، فبكون واقف بيرتك. لكن بيرد النيكولار او اورثوغنا بنسميه عمود زي هذا. عمود يعني، العمود غير عن الراس. اوكي. فيرتيكال اسيمت، نشوف التعريف ايش بيقول. الديفينيشن بيقول لي الاين اكس تساوي ايه؟ از فيرتيكال اسيمت او ذا جراف اوف ذا فانكشن اف اوف اكس ايضا اي واحد ليميت f من x لما x تقول لنا a تساوي ما النهايه او ليميت لf من x لما x تقول لا a تساوي سالب ما النهايه عكس الهوريزنتال تماما هو فيرتيكال هوريزنتال افقي راسي صح؟ الهوريزنتال كنا ناخذ الليمت من اكس تقول لمدى النهايه يعطيني عدد. انا باخذ الليمت عند العدد يعطيني مدى النهايه. عكس خط تمام؟ نفس الشيء. وبالتالي اذا اخذت الليمت الاقتراب عند نقطه معينه عندها مدى النهايه او سالب مدى النهايه تقول اكس يساوي هذا العدد هي معادله الفيرتيكال اسيمت. تمام؟ نشوف اكزامبل بسيط. كبرتم ملاحظة أنه عادة نبحث عن الفيرتيكال اسيمتوتس عند أصفار المقام. ليش؟ لما يكون عندي صفر في المقام بدناش يكون صفر على صفر طبعا. بدي أصفار المقام بس لما يكون صفر في المقام عدد على صفر مرشح يعطيني إما موجب من النهاية أو سالب من النهاية. إذا البسط موجب والمقام صفر يبقى موجب من النهاية، إذا البسط سالب والمقام صفر سالب من النهايه. صح؟ وبالتالي المرشح للاقتران يعطيني من النهايه او سالب من النهايه اذا كان المقام صفرا. صح؟ خبر يكون. اوكي. وبالتالي نمسح عشان نوسع ونشوف ايش Find the vertical asymptote. احنا حتى الان كنا نشرح عنوان المطلوب حسب العنوان. لكن في الاخر بعد ما اخلص بقول لك فايند اول ذا اسيمتوتس هذه جميع خطوط التقارب للاقتران اللي بعطيك اياها فبدي اكتبها الافقي الهورزنتال والاوبليك والفيرت تمام واتفقنا انه الاوبليك والهورزنتال بيستمروش لكن لازم اذكر السبب نشوف الان لاحقا ان شاء الله اوكي فايند ذا فيرتيكال اسيمتوت اوف ذا فانكشن اف اكس تساوي اكس زائد 3 على اكس زائد 2 f من x تساوي x زائد 3 على x زائد 2. Does the graph of the function has a horizontal asymptote؟ هل في له horizontal ولا ملوش؟ نشوف صح؟ بنستعمل. الآن في السوليوشن لما بدي أبحث على الـ a اللي بكون عندها فيرتيكال وين كنا نبحث؟ ندور وين؟ عند اصفار المقام بروح على المقام باخذه بسويه بالصفر وايش بعطيني مشي؟ بقول له هذا ست اكس زائد 2 تساوي صفر حل غير المرغوب هلا حل بطريقه ثانيه غير ابسط وسلسه اكثر ست اكس زائد 2 تساوي صفر هذا يعني اكس تساوي سالب 2 اذا المقام يساوي صفر وين؟ عند السالب اللي قال انا بروح ابحث الليمت لاف اوف اكس لما اكس تقول لسالب 2 صح؟ بتاخذها من اليمين ومن الشمال بتاخذها من اليمين ومن الشمال
عشان ربما واحد تعطينا مجمل النهايه وواحد تعطينا سالب النهايه ولا لا؟ نشوف هاي نقول سالب النهايه. طيب اهو في التعريف حتى المفروض مكتوب بالشمال وباليمين ولا لا؟ تعريف ليميت اف من اكس لما اكس تقول لها ايه؟ سواء من اليمين او من الشمال يعطيني مثلا يعني من الشمال لو اعطاني الموجب بلا نهايه او سالب بلا نهايه كل واحد ممكن كل اكس بتساوي كذلك لما اخذها لما اكس تقول لها ايه من اليمين برضه اذا كانت الناتج زائد الرقم من النهايه مقبول اكس تساوي ايه هي فيرتيكال اسمنت. فاهمين قصدي؟ يعني انا اتكلم قبل شوي اكس تقول لها ايه تعطيني بلا نهايه واكس تقول لها ايه تعطيني سالب بلا نهايه. لا برضه تعطيني شيء واحد اكس تقول لها ايه من الشمال اعطتني موجب منقول اعطيني سالب بلا منقول المهم تعطيني حاجه فيها بلا نهايه. فاكس تساوي ايه بتكون هي الفيرتيكال اسمنت. طيب لما اكس تقول لها سالب 2 من الشمال تساوي الليمت لاكس زائد 3 على x زائد 2 لما x تقول لسالب 2 من الشمال. نشوف ايش القانون. واضح ان سالب 2 ما بتخليش البسط. ايش بتعطي البسط؟ لو عمرنا في تعويض مباشر. واحد. يبقى بقدر اقول هنا يساوي 1 على استنى شوي بس استنى تنطر. وانا كاتب اكس تساوي سالب 2 ولا تقول؟ تقول بدي اعرف انا تقول ليش؟ تمام؟ ما هي لو تساوي بتكون صفر اربعه. الان هي سالب 2 هذا مين بيكون؟ سالب 1 وهذا سالب 3 بدي اكس تقول لسالب 2 من وين؟ من الشمال من الشمال من الشمال يعني تجيني من الشكل هذه صح؟ يعني هتبدا تقول مثلا سالب 2 ونص لو اجت لها بتقول لي سالب 2 1 من 10 لو ضربت اكثر سالب 2 1 من 100 كل هذول عشان سالب 2 معايا لو ضربت اكثر سالب 2 0 0 0 1 ولا اكثر بدي اكس تقول الى سالب 2 من الشمال. طيب الان اي عدد من اللي انا كتبته لو جمعت الاثنين لو جمعت هذا الاثنين مش هيعطيني جواب سالب نص لو جمعت هذا الاثنين هيعطيني سالب واحد من عشره لو جمعت الاثنين هيعطيني سالب واحد من 100 لو جمعت هذا الاثنين هيعطيني سالب واحد من عشره ثلاثه مثلا لو كمان سالب صفر 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 واحد مثلا هذا يقول لي ايش؟ للصفر لكن هذه الارقام اللي عندي بسميها فروقات سالبه مش كل الفرق بين القيمه اللي انا بعطيها والاثنين فروقات سالبه ولا لا؟ فروقات سالبه تقول الى الصفر لذلك بنكتب تحت واحد على فروق سالبه تقول الى الصفر ليش قلت سالبه؟ لانه واحد على صفر نقول ما لا نهايه لكن لما تكون فروق سالبه أقول موجب على سالب سالب ما هي ولو كانت هذه شبكة بالسالب كان قلت سالب على سالب كان كتبت صحيح تمام يعني بس واضح هذه الآن بدنا ناخذ الليمت لأف من إكس لما إكس تقول لسالب 2 من يساوي ليمت إكس زائد 3 على إكس زائد 2 لما إكس تقول إلى سالب 2 من اليمت اشوف اعود مباشر بالبسط هيعطيني واحد في المقام هتطلع فروق موجب نمسحها وتشوف ايش حيصير الان اكس بتديني من اليمين من جهه ناقص واحد خلينا نقول هان سالب واحد ونص صح؟ قربت اكثر سالب واحد وتسعة من عشره تقرب على اثنين بس بالسالب ضربت أكثر سالب واحد وتسعتين ضربت أكثر واحد وثلاث أربع تسعات ضربت أكثر سالب واحد تسعة 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 للصبح الآن لما أضرب لها الاثنين لما أضيف لها الاثنين إيش حيطلع؟
مين اكبر؟ يطلع لي الميجافروس صح؟ لو ضفت هالاثنين يطلع لي ميجا واحد من عشره. لو ضفت هالاثنين واحد من 100. لو ضفت هالاثنين واحد من ابصر قديش صح؟ وهذا لو ضفنا اثنين وهذا فبلاغت هي موجبه لك ان تقول ايش؟ الى الصفر. يبقى بقول هذا واحد على كبوه. انا عارف في حاجتين هتقول للصفر، لكن هل هي موجب ولا سالب عشان نعطي الاشاره لمين؟ للموجب ما لديه. يبقى هات بعطيني موجب على موجب موجب ما لديه. ما دام اكس اقول لسالب اثنين من الشمال عرضنا سالب النهايه او موجب ما النهايه، في نهايه الرقم نقول اذا اكس تساوي 2 از ذا فيرتيكال اسيتود اوف ذا جراف. تمام؟ يبقى الفيرتيكال بروح على اصفار المقام، عند اصفار المقام ببحث من اليمين ومن الشمال. اذا بعطيني من النهايه خلصنا، اعطانا سالب النهايه برضه خلصنا. بنقول اكس سالب 2. اسف على سالب 2، امسح الصوره صورتين. اكس سالب 2 معلش صح؟ هذا هو صح سالب 2. اكس تقول الى سالب اكس سالب 2 اذا فيرتيكال اسيمبتوت اوف ذا جراف. شوف اكزامبل الاخير واضح الكلام. طبعا الحل هذا غير عن المكتوب بيت اريح واسرع مباشره. نشوف اللي هو اللاست اكزامبل اكسرسايز من الكتاب وباقي. فايند اول ذا اسيمبتوتس اوف، اوجد جميع خطوط التقارب للاقتران التالي. Find all the asymptotes of this transport. Find all the asymptotes. هذا اللي قلت لك بشرى شوية حيلزمنا ونفسه ولا لا؟ طلع الصفحة المقابلة المثال اللي تحت على الأوبليك، أخذناه للأوبليك حللناه صح؟ بتذكر لا يا حمام هيقول لي أوصوا منحنى هذا الشيطان. رسمه فينا في نهايه الشوط الاول على بياخذ رسم المنحنى باستخدام المشتقات الاولى والثانيه، مشتقات على اشتقاق الرسم، اشتقاق او الى اخره. فهنا السوليوشن. بدنا نجيب اول حاجه هو زيرو تلات اسم. بدنا نجيب الليمت لا اكس تربيع على اكس ناقص واحد لما اكس تقول الى ممكن اكون موجب او سالب منها. انا حطها في الاخر حاله واحده، انا بدي اعمل كل واحد واحد في الاخر عشان نختصر الحل. بقدر اقول بتساوي اكس تقول لما النهايه ايش بنقسم؟ على اكس وبحسبوني ليمت اكس على واحد ناقص واحد على اكس لما اكس تقول الى موجب من النهايه. يفترض اني بوزع على الوسط وعلى المقام، يعني يفترض اكتبه بيساوي ليميت اكس لما اكس تقول الى ما النهايه على ليميت واحد لما اكس تقول الى ما النهايه ناقص ليميت واحد على اكس لما اكس تقول الى ما النهايه. هيك مفروض مظبوط؟ هيك مفروض هذه مفترضه زي ما هي ما ترجع اطلع عنها. نقول ليميت اكس لما اكس تقول الى ما النهايه هذه واحد ناقص صفر. يبقى المفروض انا اقول هذا مباشره بناء على هذا الكلام بيساوي ليميت اكس بس لما اكس تقول الى ايش؟ موجب ما النهايه على واحد ناقص صفر اللي هي. وبالتالي لما اكس ما النهايه
بتسوي لي موجب ما نهاية. هناك خدنا قاعدة قلنا إكس أس أن الليمت لما إكس تقول إلى ما لا نهاية يسوي ما لا نهاية. شطر الأنطعة غير زائد أو وزنة إنك. لما إكس تقول زائد ما لا نهاية خدنا فيها كلام. ما أنا بنسأل بنسأل أنتو لما تقول لما تقول سالب من النهاية إذا الأس زوجي بيطلع موجب وإذا فردي بيطلع سالب. أنا لا بقول الناس قاعدة إن شاء الله أيام بقول لك أيام بقول لك أوكي. فهذا عندي إكس أقول إلى موجب من النهاية بيطلع من النهاية. عشان هيك أنا بقول لو قلت زائد أو ناقص زائد أو ناقص مرة واحدة زائد أو ناقص إذا موجب طيب موجب ولا سالب؟ سالب. يبقى موجب أو سالب. هل لما أخذت الليمت أعطاني عدد حقيقي؟ لا. إذا لا يوجد يبقى نقول إحنا تفهمت شيء؟ لو سبنا وقلنا الليمت واي بتساوي إف إكس عشان أقول إف بس للتعبير بشكل. وإذا ذا جراف أوف doesn't have or isn't a sign. المفروض بعد هيك نروح لمين؟ للأوبك. لو خط التقارب المالك. مين؟ بتقول بيرجزم هانا اللي هو أوبك أسمي. شرحنا قبل شوي قلنا بناخذ الاوبليك ونقسم المصنع على المقام احنا نبلش قسم مطول سريع على اكس ناقص واحد اكس طالع اكس ناقص واحد هاي بتشرحها نروح بضل عندي واحد مظبوط غلط اكيد غلط غلط اكس اكس ناقص اكس صح هاي بتشرحها تصفر معي عشان نستعجل لان شرحنا على طول بضل عندي إكس على إكس واحد نطلع إكس ناقص واحد غير الإشارات واحد واحد نفرض إكس تربيع على إكس ناقص واحد بتساوي إكس زائد واحد زائد واحد على إكس ناقص واحد بدلنا هذا يعمل الصفر إذا إكس لو كرر إذا ما إلى آخره مكتوبة ضل عندي آخر حاجة اللي هي الفيرتيكال آخر حاجة اللي هي الفيرتيكال أسفل آخر حاجة تمام بدنا نروح عند مين الفيرتيكال؟ عند اصفار المقام، وين المقام بيساوي صفر؟ عند الواحد، باخذ الليمت مره من اليمين ومره من الشمال. تمام؟ نمسح الهامش. الان تمام اللي هي الفيرتيكال أسفل. يقولوا بما ان اكس ناقص واحد تساوي صفر قد اكس بتساوي واحد ولا لا؟ ناخذ المقام نسوي بالصفر ايش بيطلع عندنا؟ اذا بدنا نبحث وين؟ ليمت لاكس تربيع على اكس ناقص واحد اكس تقول لواحد من وين؟ من الشمال مثلا تعويض مباشر بالباص شو بتعطيني؟ واحد على اعمل الخط تبعي هي الواحد هذا اثنين هذا صفر مضبوط ولا لا؟ إكس تقول واحد من هان قولي مثلا نص أنا بدي إشارة بس أقول فروق سالب ولا فروق موجبة بس تمام لأنه عدد هاي حدث مع صفر يا بقول فروق موجبة يا بقول فروق سالب أكيد لما نروح للشمال حناخذ أعداد أقل من الواحد مظبوط فهذا العدد ناقص واحد ناقص واحد بيطلع سالب ناقص واحد بيطلع سالب ناقص واحد بيطلع سالب إذا الآن إيش فروق سالبة تقول إن الصفر بيعطيني سالبة لا نهاية. أنا حسب عدد حسب ما بنطلعش كل اللي اخترناه ممكن ألف اختار اللي احنا بنطلع مش سالب صح؟ بنضرب في شغلة سالب ونعمل بس بيزداد مش بالضبط بالذات لو كان معانا شيء سالب كان معامل الإكس سالب واخد من الشمال وبيضرب صار ولا لا؟ تمام
لنقدر نستقول الى واحد من اليمين لنستطيع على اكس ناقص واحد. لناخذ اليمين هذه حينتهي واحد ونص، واحد واحد، واحد واحد مئة، واحد وابصر ايش؟ ناقص واحد، ناقص واحد، ناقص واحد، واحد صار ايش؟ مش هيساوي الواحد على الحقوق موجبة تقول الى الصفر يطلع الموجب من النهاية. ما دام اكس تقول واعطاني من النهاية وصلت النهاية اذا اكس تساوي واحد اس امريكا السطور مكملة. تمام؟